إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو اليوم مهم جدا ومفيد لكل شخص، لأنني سأقدم لكم وصفة ولا أروع سحرية بامتياز للتخلص من الانتفاخ في القولون والمعدة وعسر الهضم والتخمة. هذه الوصفة ستعالج هذه المشاكل التي تحدث للشخص بعد تناول الطعام، كما أنها تزيل الانتفاخ الذي يكون على مستوى القولون والذي يسبب الغازات. وسوف تعالج هذه الوصفة الارتجاع المعدي والشعور بالحرقة وطعم حمضي في الحلق. فكل هذه المشاكل تحدث عند تناول أطعمة غير صحية كالأطعمة الحارة والحمضية وتناول أطعمة تنعدم فيها الألياف، لذلك يجب أخذ كل هذه المسببات بعين الاعتبار والعمل على تغيير العادات الغذائية الخاطئة واستبدالها بوجبات صحية وتحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف والمعادن المفيدة للهضم السليم. وهذه الوصفة لها مفعول السحر في علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي. إذن سوف نمر لتحضير هذه الوصفة والمكونات التي سوف نحتاج. إنها مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. أول مكون الزبادي. زبادي طبيعي بدون نكهة وبدون سكر. هذا النوع من الزبادي أفضل ما يكون للجهاز الهضمي، لأن فيه نوع من البكتيريا تسهل الهضم وتقضي على الجراثيم الضارة ويعالج المغص أيضا، وكذلك يعالج الإسهال والإمساك، أي يعمل على جعل الجهاز الهضمي في حالته الطبيعية، وكما قلت بدون نكهة وبدون سكر. ويمكنكم استعمال أي نوع وأي ماركة، طبعا فقط يجب أن يكون بدون نكهة وبدون السكر. وبالنسبة للمكون الثاني، كما لاحظتم معي إنها هذه البودرة العجيبة والصحية، إنه الزعتر. نعم الزعتر هو من أفضل الأعشاب للجهاز الهضمي، ولكن لا يجب الإكثار منه، يجب أخذه بمقاييس قليلة. يعالج المشاكل والتلوث في الجهاز الهضمي من غازات وإسهال وطفيليات. إذن سوف نمر لتحضير هذه الوصفة السحرية، وطبعا كما رأيتم فقط بمكونين لا غير. إذن سوف نأخذ علبة من الزبادي الطبيعي ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الزعتر. نعم ربع ملعقة فقط صغيرة، والزعتر يجب أن يكون مطحون. طبعا تأخذون الزعتر أوراق تقومون بتجفيفه، أو يمكنكم شراؤه مجفف ثم تطحنونه في المنزل وتقومون بغربلته إذا أردتم، أو الاحتفاظ به. فقط يجب أن تقوموا بسحقه جيدا حتى يصبح بودرة، وتحتفظون به في قنينة زجاجية، وعندما تريدون استعماله تأخذون كما قلت لكم ربع ملعقة وتضيفونها إلى اليوغورت أو الزبادي الطبيعي، وتخلطون جيدا المكونين حتى يندمجا. إذا نحصل على هذا اليوغورت، طبعا مخلوط بالزعتر يكون بهذا الشكل كما رأيتم، القليل فقط من الزعتر ربع ملعقة صغيرة. إذا طريقة تناول هذا اليوغورت، يجب تناول هذا العلاج بعد آخر وجبة في النهار، أي وجبة العشاء أو الوجبة التي تتناولون في آخر النهار تأخذون هذه الوصفة بعده. الأهم أن تتناولوها قبل الخلود إلى النوم، وفي رمضان يجب تناولها بعد وجبة الفطور وتداوبون عليها يوميا. فمن الاستعمال الأول سوف تختفي الانتفاخات والتخمة وعسر الهضم، جهازكم الهضمي سيصبح أكثر راحة من قبل، ولن تحسوا بالارتجاع أو الحموضة، وكما أن هذه الوصفة ستعمل على إعادة الاستقرار للقولون والمعدة، ستعالج الإمساك والإسهال، وطبعا لا تنسوا تناول أطعمة صحية
غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، فهذه الوصفة لوحدها طبعا غير كافية إذا كان نظامكم الغذائي سيء وذو عادات خاطئة. إذا التزموا بالعادات الصحية الغذائية الصحية عفوا، وتناولوا هذه الوصفة في نفس الوقت، فهي طبعا سوف تعالج كل مشاكل الجهاز الهضمي، وهي مجربة ومضمونة، وأتمنى عليكم أن تلتزموا فقط بالمداومة عليها. إذا أصدقائي صديقاتي، داوموا على هذه الوصفة فهي سحرية ومجربة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.